الأرضية من تاني، تحضير من جديد، فرصة هدف أول، هدف أول، هدف أول، ولكن دفاع السد قوي، دفاع السد يسيطر. نعم هو هدف أول، نعم هدف أول، نعم. إنذار إنذار إنذار، أكيرة أخيرا بدأت بشاير الانتصار. هدف أول لصالح الترجي، ينفع ينجح تماما حمد الهوني اللاعب الليبي في أن يصدق على قيمته وكفاته وعلى سيطرة الترجي المبكرة. بعد أقل من 7 دقائق نجح الترجي في إحراز هدف بعدما كان قريبا في الدقائق الأولى أكثر وأكثر من إحراز هدف. برافو الهوني اللاعب الليبي، يتقدم للترجي بأول أهداف اللقاء. الولد حافظ على كرته كويس، قدموا نفسهم بشكل جميل. 2 4 6 7 7 من لاعبي الترجي على حدود منطقة الجزاء في مواجهة 6 من لاعبي